وهذه غلة ما تجدوه في غراء البحر كلها. هذه كانت أيام الجامعين قليلين. يعني التدريس مو بسهل. في بداية البعثات استحدثت نظام بعثات أبناء المعلمين. أنا نشأت في قرية الزلاج. هذه القرية الوادعة التي تقع في الجهة الغربية من مملكة البحرين، وتمتاز هذه القرية بأنها تجمع البحر والبر والزراعة، وهذه غلة ما تجده في غراء البحرين كلها. تخرجت من المدرسة، طبعا رحت أنا مع أحد المعلمين وصرت معلم رياضيات وعلوم. فأغلب طلبة سترة اللي درسوا في الرفاع درسناهم رياضيات وعلوم، في طلبة عالي، طلبة الملكية، كرزكان، اللي يدرسون كان أيامها الإدخال السنة الثالثة في الإعدادي، أصبحت بعض المباصمين يقولون الطلاب إلى المستر رفاع. أنا درست في الرفاع القربي وأيضا درست في 72. فأنا انتسبت إلى جامعة بيروت وقعدت درست في الجغرافيا. يوم بعد خلصت درست جغرافيا في الجسم. زين. في أي سنة تخرجت من جامعة بيروت؟ درست 74 أو 78. في الحالة ذي تطورت، يعني أنت لما تبي جامعي طبعا الدولة أو الوزارة، هذه كانت أيام الجامعين قليلين، فأنظروا لك حق ترقية، حق انتقال إلى مدرسة أخرى ثانوية وما شابه ذلك. فنقلت إلى ثانوية الرفاع الشرجي. كان مديرنا الله يرحمه سيد صالح بن جد حفص، سيد صالح علي، والأستاذ علي راضي كان مدير مساعد، ومعنا مجموعة من الإخوان من منطقة سترة بالذات، يعني قريب يدرسون معنا. فصرت مدرس في الرفاع الشرجي، أدرس اسمه جغرافيا وتاريخ بالإضافة إلى الإشراف، لأن طلبة الرفاع الشرجي يقول له واحد شوي شياطين، يمكن شيطانة يعني، ومع ذلك نعطيهم الحرية، لأن يبني هو واحد يحصل صلب، وأنا من المعلمين صلب وصلف، يعني ما يعني وما لاعب الطالب بغض النظر عن من وين جاي. تميت سنة في الرفاع الشرجي، وبعدين انتقلت إلى ودون انتداب إلى إدارة المناهج. أنا يعني اشتغلت في الجامعة بار تايم، أدرس طلبة البكالوريوس، طلبة الدبلوم، وأدرس طلبة اللي عندهم ماجستير في بعض الأشياء. وكنت اشتغلت أيضا بعد في تعليم الكبار، مؤلف مناهج وموجه ومدرس وموجه. فتقريبا أنا يمكن تضحك علي أقول لك الحين، دشيت كل صفوف من الصف الأول درسته إلى سنة رابعة جامعة، ما عدا صف واحد ما درسته اللي هو الصف الخامس الابتدائي. ليش؟ ما صار نصيب. يعني أنا شاركت في تأليف كتبهم ذي، لأن ما قد أشي الصف الخامس الابتدائي ودرس بجميع صوف تقريبا. هذا تقريبا الحكاية السريعة ذي. فرشحوني أنا مع مجموعة من الطلبة، من المعلمين، من الموظفين، مسك إدارة الشؤون الثقافية والبحثات. فسوينا مقابلات ويدور عبد الله سبحانه وتعالى خلوني ان انا رئيس، ان انا قائم باعمال اداره الشؤون الثقافيه والبعثات. وهي ايام الاستاذ عبد العزيز الفاضل الذي ذكره بالخير. تميت سنتين او سنه في البعثات، تغير الفاضل يا محمد القتام، دكتور محمد الغتام.
صارت بعد حركة بسيطة كذي وثبت في الإدارة. لا إدارة البعثات. في إدارة البعثات استحدثت نظام بعثات أبناء المعلمين. وكان المعلم وقلنا دائما المعلم يتعب لروحه، وأنا ترى من زمان أهتم بالمعلمين. كنا المعلم يعني على نفسه وعنده عيال، على الأقل نعطي في عمره الوظيفي نعطيه بعثة حق واحد من عياله وفي جامعة البحرين. فوضعنا معايير معينة لأبناء المعلمين. في هذه الأثناء بعد صار تطوير في التعليم الصناعي. التعليم الصناعي توجهنا أو فكرنا إلى يعني إدخال مؤهلين من البحرينيين من الطلبة إلى التدريس في التعليم الصناعي. كانت ابتدت أيام عبد العزيز الفاضل يبعثون 15 واحد لوين؟ إلى سكوتلند عشان يحصلون على الـ HDU وما شابه ذلك، بحيث مأهلون إلى معلم التعليم الصناعي. كان هاي اقترحت أنا على القتم أن احنا نتوسع، الدكتور محمد القتم، نتوسع في عدد المبتعثين. وفعلا دخلنا ملتي ميديا، دخلنا الهندسة، دخلنا ميكانيك وغيرها من التخصصات، وتوسعت وصلت لعدد البعثات اللي بعثتهم حق بريطانيا إلى 60 طالب. بعد اجتياز امتحان انجليزي، امتحان قدرات ومقابلة شخصية، وفعلا حصلنا على مجموعة من الطلبة البحرينيين، لكن للأسف ما صمدوا في التدريس. يعني كل واحد يدرس مثلا 3 سنوات 4 سنوات وترك المهنة، راح اللي البنك، راح شركات. التدريس مو بسهل، تدريس يعني يبي له قلب، تدريس ما يصمد له إلا واحد اللي مو يعني حاب الشغلة. بعضهم حاب يعني يتملل يتضايق بس ليس هذا معناها أنه يطلعوا رواتهم صغيرة قليلة، لا، كروات المعلمين أفضل من أفضل الرواتب، لكن بس بعد النصيب على قولة القائل.